لتنفيذها تقريبا قبل 2010، كلها أتت من الخارج، لم يكن شيء يأتي من الداخل، لأنه بسبب العديد من الأسباب، هناك الإعلام ليس بالقوة الكافية، منظمة المجتمع المدني أداءها محدود نوعا ما، والكثير من القضايا. لكن أنا أكد لك نقطة أساسية، أنه الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة هي كانت الحكومة، وفي نفس الوقت كانت تحمل منها جزء منها اللي هو الأحزاب السياسية، لأنها كانت أيضا كانت موجودة في كانت موجودة وكان لها التأثير الأكبر في الساحة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأهلية والحزبية التابعة لها. ولذلك كانت عملية الإخفاقات تتوالى في قضية معالجة الفقر في اليمن، ابتداء من يا أخي في عام 98 كان نسبة الفقر 41.1% أو 40.1% بناء على تقارير البنك الدولي. تخيل وصلنا إلى 2006 انخفضت النسبة إلى 32، الآن ارتفعت إلى 43.8. طبعا هذا في قبل ثورة الشباب، يعني في 2010، في 2011 طبعا هناك المئات من المصانع ورش العمل أغلقت. البطالة يعني هناك من يتحدث بأنها وصلت إلى ما يقارب أو أكثر من 60%. البطالة هي آخر لم يعترف أحد بالنسبة الحقيقية لها إلا مجور في 2010 حينما تحدث عن أداء الحكومة، أو في 2009 عندما تحدث عن مستوى أداء الحكومة للربع الأول من العام، والذي أكد أن نسبة البطالة في اليمن 45.6، وهذه كانت مفاجأة جدا في 2009. ايوه طبعا كانت الارقام المتداولة ان البطالة ما بين 16% والجهاز المركزي يقول احيانا الاحصاء 20-18%، بينما طبعا الكثير كانوا يشكون في هذه النسبة. لذلك انا اعتقد انه المشكلة اليمن تعاني مشكلة عويصة فيما يتعلق بالفقر وما يتعلق بالبطالة، وبحاجة الى رؤية واضحة لكيف يتعامل معها على اساس خطط قريبه وخطط انيه وخطط متوسطه وخطط بعيده المدى. ما لم فالبلاد قادمه الى كارثه. طبعا هذه ليست تنبؤات ماغي فراح، هذه بناء على مؤشرات اقتصاديه فعليه، وطبعا الوضع مؤشرات رقميه هذه كانت يتكلم بها البنك الدولي. يا اخي هذه المنظمات الاغاثه الدوليه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي كان يتحدث عنها، كان يذكرها، وكان يقول ان اليمن قادمه على كارثه من يعني من 97 من 2007 وليس من اليوم يعني. اما اتى هذا ما اتى طبعا الان هو تحصيل حاصل بعد ما حصل في 2011 والمشكله الانسانيه التي حصلت والنزوح وكذا وكذا والى ما اخره. طيب يعني هل بالامكان ان يعني تكون الرؤية واضحة في مجال، يعني هناك فقر وهناك تحت خط الفقر وهناك الفقر السافر وكذلك يعني مسميات كثيرة وعديدة، هل بالإمكان أن نحصل على أرقام توازي كل مسمى من هذه المسميات أو نسب؟ أشوف في الفقر المدقع الآن، طبعا الفقر المدقع هو عدم القدرة على تأمين الغذاء اليومي، قصدي توجد نسب النسب الآن منظمة أوكسفام الآن بتحدث عن 5 ملايين يمني، 22% من سكان اليمن في فقر مدقع. ولذلك قالوا أن عام 2012 هذا في طبعا في ديسمبر في دبي، منظمة الأغاثة قالت أن اليمن تعاني، سيكون 2012 هو عام المجاعة في اليمن، يعني 4 ملايين مهددين بالمجاعة لا يجدون يعني، وقالت أنه هناك ناس يعيشون على الخبز والشاي. المجاعة الجزئية من مجاعة كاملة يعني أصبحوا هؤلاء ناس يعيشوا على الخبز والشاي، وأنت شوف الأمر كيف. هناك مثل هذه النسبة الماثلة أيضا هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي المتوسط، يعني ليس واثقا من نفسه أنه يستطيع أن يأمن غذائه للشهر القادم أو الشهر القادمة، فهذا وضع مأساوي. وهناك طبعا بعد ذلك أنت تحدث على ناس يواجهون مسألة الفقر، وهم تأكل الطبقة المتوسطة، ما تبقى من الطبقة المتوسطة، وهؤلاء يتأكلون عاما بعد عام، وأنت أنظر كم سيكون حجم المجاعة في اليمن، يعني الأوضاع كارثية. حتى منظمات الإغاثة في دبي في ديسمبر 2011 عندما أطلقت نداء الإغاثة وأطلقت خطة الاستجابة الإنسانية، حدث 447 مليون دولار لإطعام أو لإنقاذ 4 ملايين شخص.
وللأسف حتى أنها للأسف اليمن إلى حد الآن لم تحصل على أكثر من يمكن في حدود 50 مليون دولار أو من اليابان 22 مليون دولار، يعني نصب بسيطة طبعا من المانحين التقليديين. أما المانحين الاستراتيجيين لم يقدموا شيء لليمن حتى الآن. حتى الآن. طيب سأعود إليك في هذا الموضوع دكتور، إذا ما أردنا أن نتعرف على الواقع تفصيلا يعني في مجال الخدمات، في مجال هناك أيضا تقارير دولية تتحدث عن اتساع غير عادي بالنسبة للأمراض، كذلك فيما يخص الكهرباء، الماء غير نظيفة، مجال الصحة، ممكن توضحوا لنا أكثر في هذا المجال؟ يعني ربما نتكلم إحنا عن بعض المجالات، لست خبيرا في جميع المجال هي ذكرتها تفضل. لكن ربما في بعض الخدمات الأساسية موضوع المياه بالتحديد، نسبة التغطية أصلا للمياه أصلا هي متدنية، والمياه النظيفة أو الصالحة للشرب متدنية أكثر وأكثر. وأنت عارف أنه ربما مشكلة البلاد أن اليمن تعتبر من البلدان الأكثر جفافا في العالم، ويمكن تأتي رقم 10 من أسفل السلم المائي، وهذا أصلا معناه أنه الإنسان العادي الذي ربما يكون في المدينة أو نصيب الإنسان اليمني من الماء متدني من الأصل. فبالتالي كلما اتجهت نحو الريف بيكون الوضع أكثر سوءا، وهذا يتطلب كثير من المعالجات، ربما لسنا في محور آخر سنأتي إلى المعالجات. في الجانب الخدمات الصحية طبعا نسبة التغطية الصحية عموما، ما نقولش إحنا الآن نتكلم عن الجانب التخصصي بقدر ما نتكلم عن الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالطفل، الخاصة بالأم، بالحوامل، بالتحصين إلى آخره. كل هذا النسب المتدنية اللي أدت إنه الحكومة تفكر فترة من الفترات بما يسمى بحملات التحصين وغيره متدنية، ومثل ما قلنا كلما ذهبت إلى المناطق البعيدة كلما تكون أخف وأقل. الواقع يتطابق مع التقارير التي تصدر مثلا عن منظمة اليونيسف في سوء التغذية، أنت تحدثت ربما فيما قبل، أنتم بحكم أنكم على صلة بالواقع بشكل عملي، يتطابق الواقع أم أن هناك تقارير قاصرة في هذا المجال؟ حقيقة أنه ربما بالذات التقرير اللي استعرض في يناير عندما كانت هناك زيارة من المدير الإقليمي أو عن قطاع التغذية أو سوء التغذية في اليونيسف لليمن، أتى بأرقام أو استعرض أرقام صادمة حتى لنا نحن، لأنه لم نتوقع. أن تعرف إحنا في أثناء العمل الإغاثي والكذا أحيانا كان الناس كلهم متجهين نحو اتجاه معين، عندما تتفاجأ بهذه الأرقام تبدأ تغير خططك لتغطية هذا الفجوة. فعلا عندما سألنا الأخوة في الفرع مثلا، هم اشتغلوا في أظن في الحديدة في أبين، عملوا مسوحات وارتكزوا عليها، وفي محافظة ثالثة لا أتذكرها، وهي هذه ذكرت أنه يكاد يكون يصل نصف أطفال الريف هذه المحافظات دخلوا في سوء التغذية ودخلوا في مرحلة الجوع. عندما طلبنا المسوحات من الفروع تفاجأنا وذلك أنه في تطابق كبير في المؤشرات الرئيسية التي يقيسوا على سوء التغذية، مثل الأرم أو ما المحيط الخاص بالذراع أو غير بقية الأشياء، ونقص الوزن ومعدلات نقص الوزن للأطفال، وجدنا أنه في تطابق غير عادي. وإحنا حاليا يعني في صدد تدشين مشروع إن شاء الله في أبين خلال هذا الأسبوع في موضوع نقص أو في معالجة سوء التغذية ومكافحة سوء التغذية لدى الأطفال، واحتمال أيضا يكون أيضا نشتغل في الحديدة ابتداء من الأسبوع المقبل بعد أن فوجئنا بهذه الأرقام، والذي بعد ما عملنا تقييم ذاتي وجدنا تطابق كبير. المسألة اللي ذكرها الأخ رضوان اللي أنت ذكرت، فعلا أحيانا في تشكيك كبير من المنظمة الدولية للأرقام اللي تصدر من أجهزة الحكومة من الجهاز المركزي أو غيره، ربما لأنه أدوات الجانب الحكومي ليست بالكفاءة المطلوبة ربما أحيانا، أو ربما هناك اختلاف في هذه الأرقام، وهذا يدفعنا أيضا نفس الشيء أحيانا لما أن تترك يعني مجال لفترة طويلة وثم تبحث الأرقام تتفاجأ عن نمو ومتزايد وغير متوقع يفاجئك، وهذا الذي حصل في الأرقام الخاصة بسوء التغذية، أن يفاجأت الجميع. النصف يعني جمعت الناس كل الشركاء وكانت أرقام يعني مخيفة، دقت مش جرس الخطر فقط، هزت البلاد كلها يعني بهذا الخطر. حتى أن التقرير تحدث بأنه قد تكون اليمن الأسوأ من بين بلدان العالم، حتى أسوأ من الصومال.
ما عنديش احنا ندخل فيها لان ما عنديش انا معلومات عن الارقام اللي في الصوره. طيب كان عندي ارقام كان ممكن اعمل مقارنه، لكن حتى نكون احنا مهنيين ما عنديش ارقام. يعني ربما تحدث، نحن استضفنا المتخصص في اليونيسف وتحدث ربما بشكل واضح وكبير بأن اليمن قد تكون من أسوأ البلدان في هذا المجال، لكن إذا انتقلنا إلى مجال آخر وهو أيضا وجه من أو صورة واضحة من المعاناة الإنسانية أو الوضع الإنساني وهو قضية النزوح. النزوح حقيقة هي بدأت مشكلة النزوح من إبان الحروب الأولى في أوائل 2001 و2003 الذي هي الحروب المتتالية في صعدة، وكان النزوح سكان المحافظة أو بعض مديريتها في البداية ثم المحافظة جميعا إلى المحافظات الأربع الرئيسية المجاورة عمران وحجة والجوف وصنعاء، الذي وصلت تذبذب الأرقام من 300 ألف كحد أعلى وكانت تنزل حين للمية والسبعين والمية وخمسين إلى آخره، لكن هذا النزوح اللي ظهر ازداد سوءا في الأوقات الحالية عندما حصل مشاكل حول صنعاء والحيمتين وأرحب ومحافظة صنعاء ونهم، وهذا كلهم نزحوا من وقت لآخر، ثم حتى الكارثة الذي الآن يعني بدأت تتفاقم أكثر وأكثر في أبين. الآن 150 ألف نازح ما بين لحج ومديرياتها وعدن وبعض المديريات اللي في نفس المحافظة، وبعضهم حتى نزح لشبوة ووصل حتى للمهرة وحضرموت. الوضع في 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 أبين كنزوح مشكلة لا تتخيلها. يعني زرت بعض المدن التي قريبة من الأحداث لا تجد فيها شخص يسير، أصبحت منتهية، ووضع النازح وضع إنساني لا تتخيله. مثل ما قلت لك رجل أو إنسان أو أسرة كانت في بيت ومعها مزرعة معها نشاط دكان مع نشاط اقتصادي معين بطريقة أو موظف، ثم يجد نفسه يهيم على وجهه قد لا يلحق حتى يأخذ بطاقته الشخصية أو ورقه الثبوتية، وفجأة هو أولاده في مدرسة. إذا كان حسن الحظ يكون في مدرسة يدخلها بطريقة أو بأخرى أو عند أقارب، أما إذا كان سيء الحظ فمعناه أنه في العراء هو الأولاد. وإحنا زرنا مخيمات وأماكن تجمعات لا تتخيل الوضع الإنساني فيها، على مستوى الغذاء الذي ينتظروه يأتيهم أحيانا، يعني بعد أن كان ربما مقتدر أصبح يعني يتعفف الناس أعطوه أو منعوه، لو كان مع خيمة أو طربال يكون ممتاز جدا. أما مسألة المياه فهذا المعاناة، أنت ممكن تقول للطفل أصبر شوية عندي لك كذا كذا، لكن إيش تقول له ما يعطش؟ وإذا اديت له الماء يعلم الله كيف الماء هذا وكيف وضعه وهل هو نظيف أو مش نظيف، وإذا اديت له مش نظيف حين يعتبر، يعني أنا أقول لك الحين ولو نتكلم باللهجة العادية ولو نتكلم للعالم الخارجي تحنب، يعني تقصد أنه تضطر أنه تريد تعطيه خدمة صحية تعالجه مما أنت أعطيته من ماء غير مناسب. والصرف الصحي إذا كان هناك ألف نازح في مكان معين وأين يكون الصرف الصحي بحد ذاته؟ مجلبة جديدة لمرض جديد لمشكلة جديدة. أعود إليك ربما الأستاذ لديه مداخلة في هذا الموضوع، تفضل. حقيقة يعني ما طرح من الأخ رضوان والدكتور عبد الواسع يعني أمر منطقي فعلا، يعني لغة الأرقام تقول لك نحن متأخرين، لغة الواقع أيضا تقول لك نحن أيضا في واقع مأساوي. الجانب الصحي، الجانب البيئي، الجانب الاجتماعي، الجانب الأسري، الأطفال، إعادة الآن دمج الأطفال في واقع حياة جديدة في واقع مجتمع جديد، خاصة في هذه الأزمة نحن بحاجة، أو في هذا الوضع الصعب نحن بحاجة إلى إعادة جماعية للمجتمع ككل، ليس فقط الآن ننظر على أنه الإنسان الأزمة الموجودة. هذا حقيقة في واقع الإغاثة هي الآن الأشكال تضر منها الطفل والمرأة، الريف أكثر، المياه، الصرف الصحي، هذه كلها الآن واقعنا مؤلم. أنا أقول في جمعية أبي موسى الأشعري في العام الماضي 2011 كان حمى الضنك، الحكومة أو المحافظة لم تستطع على أن تقوم بواجبها، ليس أنها مقصرة في ذاتها ولكن لأن هناك الإمكانيات وهناك أيضا التحكم بالجانب المالي مركزي، ما في هناك مرونة حتى في قضية عمل الموازنات للسلطة المحلية أن يكون أيضا فيها تحكم.
هذا أدى أيضا إلى جانب آخر، نقول إنه في واقعنا الآن المأساوي حقيقة، لا نقول أن التشاؤم الذي لا يمكن أن نكون نحن لسنا بقادرين على أن نعمل شيء، نحن نقول إنه في المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، السلطات المحلية، المنظمات الدولية، جميع قادرين على أن نعمل، بس يكون في هناك نوع من التنسيق حقيقة الواقع الذي نحن نعيشه. طيب إذا ما أردنا أن نركز معك في الحديث حول ربما الخدمات كخدمة الكهرباء وتأثيرها على هذا الوضع الإنساني وبالذات في المحافظات الساحلية كمحافظة الحديدة، أنت تصور درجة الكهرباء الحرارة عندنا في الحديدة توصل في الحر الصيف إلى 47-48 درجة، أنت تصور على أن كل الأجهزة في الحديدة في خاصة في محافظة الحديدة أن تشتغل على الكهرباء. طيب هناك مصانع تتوقف، هناك أجهزة تتوقف، هناك أمراض ستكون الآن في الوقت الحاضر بداية الموسم الصيف الآن ترى في الحديدة الآن بداية الأمراض. هذا الجانب الصحي خاصة في خدمة الكهرباء مشكلة كبيرة، إذا لم يكن هناك تدارك فعلي لحل هذه المشكلة الكهرباء سيكون نتائج عكسية، وسيكون هناك أيضا بالنسبة في قضية الجانب المأساوي الإنساني، لأنه الماء على كهرباء، الأعمال كهرباء، الخدمات كهرباء، ما تتوفر مثل هذه المحافظة محافظة الحديدة، مع أن ستكون هناك مأساوية فئة حقيقة. نقول باختصار شديد أيضا مع بعد إذنكم لأن وقتي أنا أشعر أنه أحيانا يؤخذ من الوقت، نحن بحاجة نأخذ من وقتك أم أنت تأخذ من وقت الآخرين؟ أنت ما أخذت من وقتنا فنحن نتسلف منكم طيب. الآن تفضل. لا لا لا. نقول لا نتكلم أيضا كمحافظة الحديدة فقط، نقول إن اليمن كلها بحاجة إلى تضافر الجهود، بحاجة إلى منظمات المجتمع المدني، بحاجة إلى القطاع الخاص، بحاجة إلى مؤسسات الدولة، بحاجة إلى المنظمات الدولية، لكن أن تكون هناك رؤية واضحة في العمل، لا يكون هناك عشوائية في التخطيط. إذن في الأداء سنأتي إلى هذه الرؤية، لديك إضافة دكتور في هذا الموضوع؟ تفضل قبل أن ننتقل إلى الكهرباء. يعني المسألة مثل ما ذكرتم لها ارتباط بالنشاط الاقتصادي المباشر، ربما عندما نتكلم عن المصانع والأشياء الكبيرة يتبادر للذهن أن نحن نتكلم عن نمو اقتصادي لكبار رجال الأعمال، لكن في الحقيقة وإحنا نتكلم عن الوضع الإنساني والطبقة الهشة في البلاد الفقراء بالتحديد، هؤلاء في الأساس ليسوا إلا عاملين في هذه المصانع التي الكهرباء وارتفاع الديزل وأشياء أخرى تؤدي أحيانا إلى توقفها وبالتالي صرف هذه الطبقة عن أعمالها التي كانت يوما ما فيها. والنشاط الاقتصادي البسيط تصوير الأوراق والمستندات هذا اعتماد أساسي على الكهرباء، هذا اللي بيشتغل أيضا في الشيبس وقليها وهو يعني من النوع النشاط الاقتصادي البسيط المفيد لأسرة يتوقف، وغيره كثير وكثير، وبالتالي تزداد الوطأة سوءا على هذه الطبقة الهشة التي لأنها هشة قابلة للكسر أكثر وأكثر، ولا من يأبه في مثل الظرف بالذات. كل المؤسسات الموجودة في الدولة حاليا توافقية أو غير توافقية، أنا أقصد أو وفاقية قد تم تأسيس وفاق فيها أو غير، الحقيقة أن الأولويات يعني الوفاق موجود في كل الحالات إلا الوضع الإنساني لا يوجد، لأنه الآن أعتقد أنه هذه المنظمات كلها الآن الأحزاب السياسية الحكومة حاليا ومؤسسات حتى الرئاسة الجمهورية حتى كلهم هؤلاء لهم الآن أولويات سياسية. طيب حول الإنساني يمكن يجي رقم اثنين أو ثلاثة ما نشدري أين هو، لكن اسمح لي حول هذه الأولويات السياسية أعود إلى الأستاذ رضوان. يعني أنت كصحفي وأكيد متابع للشأن السياسي، هناك من يتحدث بأن هناك تقدم في الشأن السياسي أو في العملية السياسية فيما الوضع الإنساني ربما يتراجع يوما بعد آخر. يعني هو احنا لو تحدثنا عن الوضع السياسي احنا الآن هناك من يحاول أن يعيدنا إلى نقطة الصفر، يعني الآن لكن هناك تقدم ملحوظ. هو تقدم أوكي في نقطتين، لكن ماذا تحقق على الواقع على الأرض؟ يعني المشاكل الأمنية ما زالت مستمرة، الاحتجاجات في الشوارع ما زالت مستمرة. مقارنة بالوضع الإنساني. لا بس أنا أكلمك يعني الآن إحنا نمر يعني إحنا تطورت إلى مرحلة تجاذبات سياسية، الآن إحنا نمر في مرحلة تجاذبات سياسية، البعض يريد أن يكيف المرحلة الانتقالية على هواه، وخاصة فيما يتعلق بهيكلة الجيش البعض يعتقد أنها نقطة لإعادة التموضع
وهذه مشكلة. يعني أنا أعتقد أن احنا ما زال الحديث عن مرحلة النجاح في عملية في النجاح الملموس الذي يشعر بالمواطن الحقيقي والذي ينعكس على حياته فيما يتعلق بالشأن السياسي، أنا أعتقد أنه ما زال يحتاج المزيد من الوقت. يعني هذا في حالة ما كان هناك تحركات من قبل الخليجيين ومن قبل الولايات المتحدة، لكن الواقع يوحي بأن هناك تقدم ملموس، انتخابات رئاسية، حكومة. هل يعني هل أنا أسألك هل أوكي حصلت انتخابات؟ لكن الوضع الإنساني هو كما هو بالنسبة للخدمات، أو ربما يزداد سؤال. الوضع الإنساني هو لا، في ظل حالة الركود الاقتصادي والشلة التي تعاني منها البلد، لا تقول أنت أنها في مرحلة توقف عند خط معين. أنا أعتقد أنها التدهور الإنساني مستمر. يعني الآن مثلا أنت تجد أنه الحديث عن 4 ملايين مهددين في المجاعة في 2012، تخيل هذا في حالة ما كان هناك مبالغ أو مساعدة كبيرة مالية لتمكن الحكومة. الاجتماع الذي عقد في الرياض في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أشار إلى ربما إلى من 8 إلى 10، أم أن هؤلاء فقط مهددين في الفقر وليس تحت خط الفقر؟ لا، هو الآن نحن الآن نتحدث على ناس مهددين بالمجاعة. يعني الشخص لا يستطيع أن يأمن قوت يومه. هؤلاء 5 ملايين 22% من السكان، ومثلهم 5 ملايين غير قادرين على تأمين، أو ليس عندهم انعدام، أو عندهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى المتوسط. يعني الضرر سيلحق من 8 إلى 10 مليون. الآن العشر الملايين طبعا هو شو مقاييس الفقر، هي تختلف من دولة إلى دولة. واضح. أنت لا تستطيع أن تقول أن الفقير في اليمن يا مثل الفقير في أمريكا مثلا، أو الفقير في اليمن في اليمن الذي يحصل على 25 دولار مساعدة من صندوق الضمان الاجتماعي كل 3 أشهر، لا تقارن مثلا بالفقير في السعودية الذي يحصل على تقريبا في حدود 700 دولار في الشهر. أنا أكلمك على 25 دولار كل 3 أشهر. تمام. فأقول لك الوضع الإنساني، ومسألة مواجهة هذا الوضع لن يكون بالأمر السهل، لأنه حتى المؤشرات أن العامين هذه التي تحكم فيها حكومة باسندوا أو الحكومة الانتقالية، أنا أعتقد أنها بتكون حبلة بالكثير من المفاجآت. حتى أنها وفي نفس الوقت هي حكومة، لا ننسى أنها حكومة ليست حكومة إجراءات، هي حكومة للتمهيد لما بعد المرحلة الانتقالية اللي هو تعديل الدستورية وإجراء الانتخابات وما في شاكلته. فأعتقد أن الوضع في 2012 بيكون سيء جدا، وبيتطور الوضع أسوأ في عام 2013، لأنه الآن الحكومة كانت وضعت مثلا موازنة كبيرة، وضعت أكبر موازنة في تاريخ اليمن، يعني هي 12.4 مليار دولار، أكبر موازنة في تاريخ اليمن. لكن كم حجم البرنامج الاستثماري فيها؟ باعتبار أن الدولة هي ما زالت المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي داخل البلد، هذا للأسف. فيقع على عاتقها أنها تعتمد نفقات كبيرة فيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري، لأن هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. فأنت تجد أنه معك 12.4 حجم الاستخدامات في نفقة الموازنة، لكن يقابل هذا الشيء عندك عجز 2.5 مليار دولار. في حالة طبعا هذا العجز آمن، في حالة ما كانت إمدادات أو صادرة النفط مستمرة وعائدة الدولة من صادرة النفط مستمرة. أما إذا حصلت لك أنا طبعا المعلومات اللي عندي لحد الآن أنه لم يصدروا برميل واحد من الخمار، ما زال متوقف. طبعا إحنا خاسرين الدولة، خزينة الدولة متكبدة خسائر في حدود مليار ما بين مليار و500 إلى مليار و750 مليون دولار. تخيل هذا حجم هذا المبلغ كان سيعمل نقلة نوعية، يعني فيما يتعلق بمواجهة شرائح الفقر والنازحين والناس المهددين بالمجاعة، يعني مبلغ ليس بالسهل. فأنا أقول لك أنا أخشى أنه الحكومة تعرض للانتكاسة في 2012، خاصة إذا استمر توقف صادرات النفط أو حصل انتكاسة أيضا في الإيرادات الأخرى. أما ما يتعلق بالمساعدة الخارجية الذي تعول عليها الحكومة، فأنا أعتقد أنه أيضا عدو خطها طويل. يعني أنه 2012 و2013 بالفعل سيكون الوضع سيء جدا. تؤمل في يعني أمام هذه الصورة القاتمة التي تتحدث عنها، تؤمل خيرا في زيارة الرئيس عبد الرب منصور إلى المملكة العربية السعودية؟ هو شوف الآن إحنا نعتمد الآن، إحنا بنعتمد الآن على المساعدة الخليجية كمساعدة استراتيجية، كدعم كمان إحنا استراتيجية. تمام. ولا نعول على الغرب، الغرب هو ما نحن تقليديا بيقدم لك منح وهي مشروطة، إما لقطاع التعليم أو قطاع الصحة، وليس فيما يتعلق بالبنية التحتية الاستراتيجية.
زيارة باسندوا زيارة الرئيس هذه للرياض هي أولا لابد من نعود بالذاكرة إلى ما بعد توقيع الاتفاقية الخليج. شوف الحكومة في بداية تشكيلها حكومة باسندوا بعثت من وزير الخارجية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي قبل القمة الخليجية في ديسمبر 2011. نعم. وكانت على أساس أنهم يحصل على التزامات معينة بحجم الحجم الدعم الذي يمكن يقدم اليمن، لأنه هنا كان التعهدات عامة أنهم سيقدموا تعهدات قائمة وموجودة. لكن عاد وزير الخارجية بدون أي تعهدات، فالحكومة بالفعل بدأت تشعر بالخطر. زيارة الحكومة عادت بتعهدات. ذهبت الحكومة بعد ذلك باسندوا بكل ثقلها والوفد الوزاري الكبير، ولكن للأسف في نفس القضية لم تخرج بأي مساعدات بأي التزامات مادية. هنا كان التزام واحد أنهم مستعدين أن يغطوا أي عجز في الموازنة، هذه ما تعلق تقريبا بالجانب السعودي والجانب الإماراتي. لكن هل كان هناك هل قدموا التزامات بالتنفيذ أو بتقديم المساعدات أو بتمويل المشاريع التي تم تخصيص لها أموال من مؤتمر لندن المانحين؟ هل ستقدم أو ما هو دور الخليجيين المال الخليجي في تغطية الخطة للانعاش الاقتصادي؟ احنا نتكلم على خطة لعامين تحتاج إلى 14 مليار دولار، ما سيقدم لك هذا المبلغ؟ مهول جدا. طيب عادت حكومة باسندوا لم تحصل على التزامات، بعثت مؤخرا منذ أسبوعين وزير التخطيط السعدي ووزير المالية الوجيه تمام لعدة قضايا هي كلها مرتبطة بالجانب المالي. وللأسف وطبعا أنا كتبت هذا الموضوع في صحيفة الناس الأسبوع الماضي وقلت أنه على ضوء النتائج التي سيعود بها الوزيران ستحدد زيارة هادي. في حالة أعلنت عن زيارة هادي إلى السعودية بالفعل أن هناك المخاوف أنه تم ربط هذه المساعدات بالقرار السياسي. تمام. يعني الأمر لم يعد كما كان متخيل. يعني انظر هناك أربع زيارة مكوكية للمسؤولين اليمنيين إلى الخليج من أجل هذه المساعدات. الآن إحنا طبعا السعودية لن تقدم لك دولار واحد إلا إذا أوفيت بعض الالتزامات. يعني هو مطلوب مننا الآن التزامات معينة اليمن. هل تعتقد أنه السعودية التي تهدد القاعدة والحوثيين يهددوا أمنها القومي، هل تعتقد أنها ستقدم لك دولار واحد ما لم تقدم أنت رؤية واضحة ومقنعة لكيفية تعاملك مع هذين الملفين؟ أنا لا أعتقد. الآن هو في زيارة، أنا لا أعتقد أنه تتوقع أن تكون ناجحة. أنا لا في حالة مثمرة. هي مثمرة في حالة استطاع أن يقدم التزامات أنهم قادرين على مواجهة ملف الحوثي وملف القاعدة، لأنه هذا ملفين يهددان الأمن القومي للسعودية، والسعودية لن تكون جمعية خيرية بالنسبة لليمن. وهذه الصورة هم أوصلها الزياني وأوصلها وزير المالية السعودي للسعودية. طيب ولماذا هذه الاجتماعات التي عقد الاجتماع الأخير الذي عقد في الرياض في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي ربما قرع جرس الإنذار أيضا من جديد وتوافق مع التحذيرات الأوروبية الأممية؟ طبعا الاجتماعات الأخيرة التي حصلت في الخليج هي الهدف منها مع المسؤول اليمنيين. حتى شوف في اجتماع مثلا وزير الخارجية ووزير التخطيط السعدي ووزير المالية اجتماعهم مع الزياني طلب من الصحفيين أنهم ينصرفوا من الوقاعة في الاجتماع. لماذا؟ لأنه سيكون هناك طرح بشفافية، لأن يكون الأمر مرتبط بجوانب بروتوكولية. الآن أنت استلمت الحكم، استلمت المسمو، وما زالت متأخر في عملية السيطرة على الوضع الأمني، ولم تستطيع أن تعيد الخدمة الأساسية بعد 4 أشهر من استلامك الحكومة الانتقالية، ولم تستطيع حتى الآن أن تعيد تأمن الطاقة الكهربائية أو تأمن أنبوب النفط. يعني الناس لا يمكن أن يقدموا لك مساعدات في ظل أوضاع غير آمنة. يعني أنا أكلمك على مساعدة، يعني كل أنت تعتقد بأنها مرتبطة بالوضع الأمني؟ هي مرتبطة بالوضع الأمني وملفات، وفي نفس الوقت أيضا زيارة هادي أيضا سنتطرق فيها الجانب السياسي، لأنه خذ في بالك أنت أنه هناك مؤشرات من قبل السفير الأمريكي أنهم لديهم أجندات ما يخدم مصالحهم فيما يتعلق بالتسوية في اليمن. وهذه طبعا حتى كان لها تلميح من وزير الخارجية في حديثها الأسبوع الماضي الكربي في صحيفة الوسط، بيتكلم بيقول نتمنى أن تكون الأجندات أو المصالح الأمريكية في اليمن لا تتعارض مع المصالح العامة اليمنية. معنى ذلك هم يريدوا ترتيبة معينة قد تضمن بقى أشخاص معينة في السلطة لأنهم ضامنين أو شركاء أساسين معها في مكافحة الإرهاب. تمام. ولذلك الأباء هادي هو يسعى إلى الحصول على تطمينة من النظام السعودي أنه السعودية تتدخل
لدى الأمريكان يضغطوا بطريقة معينة؟ طبعت الفكرة، دعنا ننتقل حتى يسعفنا الوقت. ربما ما هي الأولويات الملحة في ربما الآن وضعنا ولو صورة تقريبية للوضع الإنساني وبهذه الصورة القاتمة التي شرحت، فما هي الأولويات؟ هو حقيقة نظرتنا احنا كجمعية إصلاح للموضوع تأخذ لها عدة مراحل. مرحلة عاجلة، استجابة عاجلة للوضع الراهن حاليا، ثم هناك مرحلة وسيطة إذا نسميها الإنعاش المبكر، ثم عادة التأهيل طويلة المدى. الوضع الحالي الذي ذكر من ناحية الفقر وحدوده والجوع وما إليه، ثم الأضرار الموجودة الآن على المستوى الاقتصادي المباشر التي أضرت بهذا الشريحة الهشة والفقيرة في البلاد، الآبار المطمورة والمياه ومشاكلها وتغطية الصحة، هي مثل ما قلنا سابقا هي بعضها مشاكل تراكمية ظهرت أكثر وأكثر بسبب تزايد الفشل الحكومي المباشر بسبب الثورة السلمية من جهة، وأيضا الوضع العام الذي مر على جميع القطاعات كانت منظمة المجتمع المدني أو خاص. المرحلة الفورية أو الإسعافية المباشرة ربما يكون فيها تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع، تدخل في جانب الغذاء والأمن الغذائي وتوفير المواد الغذائية للناس المحتازين والذي هم في فترة أو في مرحلة الجوع من نازحين أو من سوء تغذية أو إلى آخره، هذا لابد أن يكون هناك مسألة إسعاف مباشر فيها، إعادة ما يمكن إعادة من الآبار المضمورة والتي تأثرت في إبان الأحداث الأخيرة، أو يمكن تنظيف أو إيجاد مصادر مياه نظيفة، هذا أيضا ممكن يكون في هذه المرحلة بشكل عاجل. ثم هناك أيضا مثل ما قلنا لإعادة أو الإسعاف أو الإنعاش المبكر الريكفري، هذه المرحلة ربما لها أبعاد مختلفة قليلا. الآن عندك ناس متضررين، والآن سمعنا أن الحكومة تجمع ملفات خاصة بالمتضررين، وإن كان قالوا للمؤسسات مؤسسة الدولة، ولا أدري متى سيتم بحث موضوع المؤسسات المجتمع المدني المتضررين بشكل مباشر، أو حتى المتضررين المواطنين العاديين، هذه الملفات أيضا يجب أن تبحث بطريقة أخرى. ثم هناك عادة تأهيل التضرر بحكم الأحداث، يعني تقصد أنا أقصد بحكم الأحداث، لأنه هذه المرحلة يعني مثل ما ذكروا الأخوة الوضع هو تراكمي. هذا المرحلة 2011 جاءت مش القشة، هي حقيقة مش القشة، هي حطبة إذا صح التعبير، كبيرة قسمت مش ظهر البعير، قسمته قسمان. الآن نشتي الآن نعيد الأمور إلى مرحلة إلى حد ما، هذا اللي قلت لك التدخل السريع يرجعنا إلى ما قبل 2011، ثم تدخل طويل المدى حتى، وهذا يحتاج تضافر طبعا من كل الجهات المعنية. التدخل السريع، أما التدخل طويل المدى ما الذي سيحقق الأمن الغذائي للإنسان اليمني؟ هل التدخل السريع أم أن التدخل طويل المدى من وجهة نظرك؟ كليهما ضروري في هذه المرحلة. الآن الشخص الذي أصبح في العراء لا مورد له ولا يستطيع أن يقيم أي نشاط اقتصادي في بلد غريب كنازح مثلا، هذا يتطلب أنه تعطيه شيء يبقيه حتى إذا عاد إلى موطنها الأصلي أو مكانها الأصلي، يعمل له إعادة تأهيل في أنه مثلا قروض ميسرة، في أنه يعيد نشاطها الاقتصادي، والمنطقة بحد ذاتها اللي كان فيها تبدأ الترويج لها من ناحية أو أخرى بجانب الاقتصادي حتى يمكن يعود إلى الحياة قليلا قليلا، وهكذا في جوانب أخرى. الآن يعني بعض الناس متوقفين أو بعض الأطفال متوقفين من دراساتهم لهذه الدراسة لمدة سنة أو سنتين، هذا ليست قليلا في عمر الأطفال بأي حال من الأحوال. كل إن هذه الأشياء يعني تريد ترتيب هذا النسق، الشيء العاجل قلت لك حتى ما تفعل بواحد ما تدهش غذاء هو الشيء الآن غذاء يأكل وتقول لا إن شاء الله إحنا نفكر لتنمية طويلة المدى، هي مهمة لكن الآن أعطني ما يجعلني أفتح عيني وأوصل لليوم الذي حتفعل فيه التنمية المستدامة البعيدة أولا، ثم التنمية المستدامة هذا الذي هي بعدة أطر مثل ما قلنا في الجوانب الاقتصادية والقروض الصغيرة وعادة التعليم وتقديم الخدمات الصحية وبقية القطاعات قطاع الخدمات عموما، ثم تأتي بعدين عادة التأهيل الطويلة المدى التي يجب وفي كل مراحل يجب أن يكون هناك تضافر عام ابتداء من الحكومة ووعيها
وتقبلها للآخرين من منظمة مجتمع مدني مثل جمعية وغيرها أو مجتمعات أو عفواً منظمات دولية، لأنه أحياناً كنا نعاني سابقاً أن ربما مسؤول الدولة لا يكون عندها البعد أنه إحنا كلنا شيء واحد لخدمة الوطن. هذا مثل إذا كان مثل الرجل المريض الذي عمره كبير في السن في أسرة يريد أن يمسك بزمام الأمور ولا يستطيع أن يحرك كل الأمور، لكن خلي الناس كلهم يتعاونوا حتى اتضحت الفكرة. دعني أنتقل إلى الأستاذ، تفضل الأستاذ. وحقيقة ما ذكر الأستاذ رضوان والدكتور عبد الواسع في أولويات، في أولويات دولية نحو اليمن، وفي أولويات مواطن داخل اليمن. الأولويات الدولية يعني والخليجية هم يروا على أنه الجانب السياسي والجانب الأمني والجانب الإغاثي هذه ثلاث أولويات، لكن هم بيركزوا على الجانب السياسي لأنه إذا احتلت المشكلة السياسية عكست هذه نفسها على الجانب الأمني وعلى الجانب الإغاثي الإنساني. لكن مثلا نحن لو نظرنا إلى مثلا جمعية قطر الخيرية، هذه جمعية الآن بدأت فعليا تزاول عملها الإنساني الإغاثي في اليمن. نحن عندنا في الحديدة في هذه الفترة الماضية القريبة كانت لدينا هذه المؤسسة، لكن أولويات المواطن ما هي الآن؟ أولويات المواطن ما عاد تعرف السياسة، أولويات المواطن تريد أدنى الخدمات الآن، تريد أدنى الخدمات في الصحة، تريد أدنى الخدمات التعليم، تريد أدنى الخدمات الجانب الاجتماعي، تريد أدنى الخدمات الجانب المياه والكهرباء والصرف الصحي. هذه أولويات المواطن. أولويات المواطن تريد على أن عجلة التنمية تعود من جديد من أجل أن يعمل المواطن اليمني. ليس معناه على أنه إنسان شحات، المواطن اليمني يريد أن توفر له فرص العدالة، الأمن، حقوق المواطنة، السلام، أن يعمل. هناك من يقول بأن الجمعيات هي التي حولت الإنسان اليمني إلى شحات. الرؤية هذه قد تكون يعني فيها نوع من الصحة ولكن ليست هي كل الحقيقة. الحقيقة أن هناك مجتمع، منظمات، مجتمع مدني فاعلة هذه التي فعلا تقدم لا نقول العون والمساعد والإحسان، ولكن هذا واجب، واجب إنساني، واجب وطني، واجب إسلامي. الجمعيات لم تحول هذا الإنسان إلى أنه يعني متسول، ولكن حولت في الكثير أماكن إلى أماكن تنمية. أنا أعطيك مثلا في جمعية موسى الأشعري في قطاع المرأة سنويا يتخرج من 500 امرأة إلى 700 امرأة إلى سوق العمل. في جمعية موسى هناك 3500 طفل استوعبنا في سوق العمل؟ كثير من مستوعبنا في قطاع الخاص، البعض في قطاع حكومي، البعض من خريجات الجامعات، البعض من مربات بيوت. ونقول بالحرف الواحد على أن الجمعيات الفاعلة والجمعيات ذات النظرة الوطنية والإنسانية الحقيقية هي التي تحاول دائما على أن توجد مجتمعا تنمويا، مجتمعا لا مجتمعا مستهلكا. أنا أقول باختصار شديد كما في الجانب التنموي أو في الجانب الإغاثي أو الجانب الإنساني، أيضا هناك مشكلة نحن نتغاضى عنها، هي مشكلة القاد. مشكلة القاد تعتبر هي أيضا هي نفسها يعني مشكلة من المشاكل في الضغط على الجانب الإنساني. نحن إذا استطعنا على أننا نحد من هذه الظاهرة، ظاهرة أصبحت قوية ومؤثرة، نحد على أن نستفيد من جانب المياه، نحد أنه تستثمر سنويا يعني من 5 مليار إلى 6 مليار دولار في القاد، أي تنمية تريدها وأي إغاثة تريدها في اليمن، إذا لم تكن هناك فعلا حلول يعني يجتمع عليها الجميع، السلطة الحكومة ويجتمع عليها المجتمع نفسه ويجتمع عليها منظمات المجتمع المدني في إيجاد حل لهذا الجانب. أقول أنه ليس فقط هناك جهات معينة بحاجة إلى تأهيل، المجتمع اليمني كله بحاجة إلى تأهيل، الحكومة بحاجة إلى تأهيل، الأحزاب السياسية بحاجة إلى تأهيل، نحن كلنا بحاجة إلى أن نعرف معنى المرحلة الانتقالية. الكل معاق. ليس لا أبدا، لا نقول معاقين، ما بدنا نتحقق معاقين ماديا ولا حتى معاقين ماديا. نقول إن قدرات القدراء، نحن نقول قد تكون هناك في ضعف في جانب الإدارة، في جانب تصريف الأموال، في جانب التعامل، في كيفية توزيع هذه المشاريع على المحافظات وعلى المناطق. أركز كثيرا في هذا اللقاء خاصة وأقول للإخوة في الحكومة وفي المنظمات المجتمع المدني، وأقول للمجتمع أن هناك مشكلة في الأرياف. نحن نركز جهودنا كثيرا على المدن وننسى الأرياف. الأرياف
أكثر من 70 إلى 80% هم سكان الأريان، سكان المدن. برأيك التقارير الدولية والتقارير المنظمات هي تستوعب من هم في الأرياف؟ لا أعتقد أن تستوعب هذا تماما. يعني هذه التقارير التي موجودة والتي تراها والتي تقرأها لا يمكن أن تكون 50 إلى 60%. يعني معنى أن التقارير لا زالت هناك فيها ضعف. قاعدة بيانات صحيحة موجودة عندنا في اليمن، لا أستطيع أقول لك قاعدة بيانات صحيحة. إذا كانت المؤسسات الحكومية، إذا كانت كثير من الجهات ليس لديها قاعدة بيانات تعتمد عليها في خططها، فكيف عندنا نقول في اليمن ونحن كل جهة حكومية أو جهات منظمة المجتمع المدني أو حتى الجهات الدولية هي نوعية فقط، تعطيك جانب نوعي في منطقة معينة، لكن على مستوى اليمن أقول لك من 70 إلى 80% الأرياف بحاجة إلى أن تعطى حلقات وتعطى نوع من التخطيط وتعطى نوع من المشاركة في صنع القرار خاصة من الأرياف. نحن بحاجة إلى هذه الرؤية المنطقية فعلا. طيب دعني أنتقل إلى الدكتور. تفضل دكتور، لديك إضافة؟ في إضافة وفي أيضا إجابة على السؤال السابق عن موضوع الجمعيات وأنها هي اللي حولت المواطن اليمني إلى ما ذكرت. إعادة التأهيل اللي ذكرها الأستاذ عبد الله أنه نحن كلنا نحتاج إلى إعادة التأهيل. أيه نعم، لكن ليس لأننا معاقين أبدا. حقيقة الآن وضع اليمن معروف، ما الذي نريده نحن؟ الخروج من المأزق ولا نطرح شعار كبير نهضة اليمن ثم نطرح النماذج الكبيرة التي نراها كبيرة وهي ممكن تكون سهلة إن شاء الله، نضع النموذج التركي والماليزي وشرق آسيا، هل نستطيع أن نطرح هذا كحلم يجب أن نسعى إليه؟ وعندما نضع هذا كحلم، أين الفجوة بين هذا الحلم والواقع؟ وأين نحن؟ وهل فعلا نحتاج كلنا هذا التأهيل إلى أن نصل إلى ال نحلم وإحنا نحس إن إحنا واقعين في هذا الحلم؟ وأنا أتكلم عن هذا الحلم، ربما والناس في بيوتهم الآن يتكلمون يقولوا هذا حلم سيظل حلم فقط في المنام، لأن الناس اعتادوا كثيرا على مثل ذكر هذه الأحلام دون التطبيق. لذلك يعني الكل يتكلم عن هذه الأحلام، هل ممكن نصل له؟ هذا معنى نحن نريد أولا جميعا إعادة تأهيل كفرقاء في مشاركة، ربما يكون تأهيل يعني تطوير تكون أنسب، يعني لأنه الإنسان بطبيعة الحال الإنسان بفطرته هو مؤهل، لكن نحتاج ربما إلى تطوير، نحتاج إلى قبول نحتاج ثقافة يعني تطوير في الرؤى في الأفكار في المهارات في في موضوع اللي ذكرت أنت الجمعيات وأنها حولت المواطن إلى اعتمد على انتشرت الجمعيات وهذا هو مستقبل اليمن، كل ما ازدادت الجمعيات كل ما أنبأ يعني تنبأ أي شخص بأن المستقبل وضع مأساوي. الجمعيات ما زلنا نحتاج جمعيات، لكن ليس بالصورة اللي ذكرت أنها جعلت المواطن شحات بهذا الصورة الغير صحيحة، مثل ما ذكر الأستاذ عبد الله أنها بالعكس هي تشجع على التنمية المستدامة وبناء الإنسان كإنسان مقتدر يستطيع أن يحصل على فرصة عمل ويكون قادر أن يدمج نفسه في مجتمع فعال. يغلب على عملكم الآن في الجمعية نسبة كم هذا البرنامج، برنامج التنمية المستدامة؟ يصل فوق 80%. حتى الرعايات العادية اللي مثل كفالات أو غيره احنا حريصين مع الوقت نحوله إلى جانب تنموي. أنا أذكر لك ولو أنه في الحليدة برضه لدينا برنامج اسمه برنامج التمكين، وأنا حبيت أتكلم عن هذا الجانب. يعني الجمعية لا تعمل في الحليدة؟ لا، نعمل في كل مكان، لكن أقصد جمعية الأستاذ يعني. لا طبعا من أنشط الجمعيات حقيقة. وتجمعنا بكل منظمات المجتمع المدني علاقات طيبة، لكن احنا لدينا مع جمعية قطر الخيرية مشروع رائد هناك اسمه برنامج التمكين الاقتصادي. هذا البرنامج يعمل في أوساط مديريات معينة، يعمل مع الفوق مع الجانب مثل ما قلنا الطبقة الفقيرة، يبدأ أولا بالتعليم، التعليم لا تنسى هو عمود العملية التنمية المستدامة، ثم هناك لدينا معهد مؤسس من معهد الدوحة للتعليم المهني نعلم فيه هذا الأسرة المستهدفة مهنة حرفية بشكل محترف ولائق، يخرج بعدها نعطيها أيضا قرض. لدينا برنامج اسمه برنامج نما للتمويل الأصغر في إطار نفس هذا البرنامج، يعطيه قرض وهو أيضا يدربه على كيف يعمل دراسة جدوى وكيف أيضا يدير هذا المال بشكل صحيح ولائق، وبالتالي خرجت أنت بشكل صحيح
قادر انه يدخل المجتمع وهو عنده القدره الماليه الصحيحه في هذا المجتمع. طيب. وليس منتظر لكن الوقت ازف. لو رجعنا على موضوع الحكومه سابقا انا اذكر احنا في الجمعيه جمعيه الاصلاح عندما يكون لدينا فكره نريد ان نطبقها نعمل حجمها مشروع ثم المشروع هذا نروح نسوقه لدينا لمنظمات اخرى. استغرب انه سابقا كنا نسمع من الحكومه تعمل نفس الشيء وكان الحكومه بكلها هي جمعيه خيريه يشتروا يعملوا حاجه في البنى التحتيه وغيره ما هو الحل يعملوا مشروع ويروحوا برضو يسوقوا عن جهات اخرى. ثقافه اصبحت كرستها الجمعيات يعني وصلنا الى انا قصدي انه ربما هم الذي قلدوا الجمعيات ربما. تفضل استاذ وبشكل مختصر الاولويات او الحلول من وجهه نظرك وبشكل سريع. الحلول انا في رايي اولا لابد ما يكون هناك قناعه والتزام سياسي وحكومي باهميه التنميه البشريه باعتبارها العمود الاساسي للتنميه الاقتصاديه. بعد ذلك يتم في خلال اطارها توزيع الثروه وفي هناك نقاط اخرى منها انشاء مؤسسات القروض الصغيره التي تقدم للفئات المجتمعيه البسطاء القروض. وهناك نقطه اخرى ما يتعلق باعاده هيكله او طريقه اداره الموازنه العامه للدوله بما يحقق التوازن ما بين المناطق الريفيه الفقيره وما بين المناطق الحضاريه التي وضعها لا باس. تمام. وهناك نقاط اخرى مثل رفع راس مال بنك الامل. يا اخي بنك الجيرامين في بنغلاديش عامل نهضه انسانيه، عامل نهضه تنمويه، قضى على الفقر شريحه كبيره من الفقر، بينما احنا الحكومه حقنا مش قادره توصل راس مال الا 10 مليون دولار يعني عيب. وعمال تنظر انها بتحارب الفقر يعني، بنك مشروع يتعثر 4 سنوات عشان مش قادرين يوصلوا راس مال الا 5 مليون دولار. فهناك الكثير من القضايا بالاضافه الى اعتماد اللامركزيه. وانه المشاريع تكون تحدد بناء على الطبيعه المجتمعيه لكل مكون اجتماعي. وهناك العديد من القضايا منها مثلا التجربه الناجحه لتعميمها تجربه الصندوق الاجتماعي للتنميه، تجربه رائعه جدا. يقدموا لك هناك مساعدات، لا عاد لا يقدم لك المساعده الماليه التي تجعلك انت عالى عليهم، ولكنه يقدم لك مشاريع صغيره مثلا مجموعه 4 إلى 5 أشخاص يسووا لهم مجموعه من يعطوهم دواجن صغيره. و يعني فكره المشاريع الصغيره هي الفكره هذه الفكره هذه التي تقضي على الفقر عند الناس، اما مساله الجمعيات المساعده بالطريقه التقليديه هذه لا تقضي على الفقر، هذه بالعكس هذه تزيد من طوابير الفقراء وفي نفس الوقت تجعل الناس والعالة على الآخرين. الناس لا يتحولوا إلى طبقة منتجة، لا يتحولوا إلى طبقة منتجة خالص. يعني أنت تفضل أن تتحول هذه الجمعيات إلى مؤسسات للإقراض. أنا نتمنى من الجمعيات أنها تصمم برامج للتنمية المستدامة بحيث أن تنتشل شخص من فقر. يا أخي تجربة بنك جيرمي في بنغلاديش اللي أسسها الدكتور محمد يونس هذه واحدة من أفضل النماذج في العالم الأمانة. تمام. فأنا أقول لك أنت عندما تعلمني كيف أصطاد السمكة أنا أستطيع أن أعيش، لكن عندما تعودني على أن تعطيني السمكة أنا قد يأتي أيام أنا أموت جوع. فأنا أعتقد أن الأمور بحاجة إلى إعادة صياغة الكثير من الرؤى. أشكرك. إذن مشاهدينا الكرام ويظل التحدي الأكبر في ظل هذا الوضع الإنساني المزعج والمزري أن ينتصر الإنسان اليمني لإنسانيته وكرامته. في نهاية هذه النافذة أشكر ضيوف الكرام هنا، أشكر الدكتور عبد الواسع الواسعي مدير عام جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية هنا القطاعات العامة، شكرا لك دكتور. كما أشكر كذلك الأستاذ عبد علي منصوب المدير التنفيذي لجمعية أبي موسى الأشعري بمحافظة الحديدة، شكرا لك أستاذ. وأشكر أيضا الأستاذ رضوان الهمداني المتخصص أو الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أشكرك على حضورك معنا. وأشكركم أنتم مشاهدين أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الثورة السورية وانتصارات الشعوب العربية وتحديات مصيرية عربية وإقليمية ووجوه جديدة قيادية قمة الربيع الساخن العربية.
قمة في ظروف تاريخية، من 24 وحتى 29 من مارس الجاري على الجزيرة مباشر. شعب أسقط رئيسا وانتخب رئيسا، حكومة وفاق تبحث عن يمن جديد، فهل اكتملت أهداف الثورة؟ المشهد اليمني تغطية يومية فقط على الجزيرة مباشر. كيف تؤثر السياسة في حيادية منظمات العمل الإنساني؟ ما هو السبيل لحل إشكال التداخل بين السياسي والإنساني في مناطق النزاعات والحروب؟ جدلية العلاقة بين السياسة والعمل الإنساني في مناطق النزاع، ندوة لمركز الجزيرة للدراسة، نظمها بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، فقط على الجزيرة مباشرة. صحفي شجاع، همه الحقيقة، جريء، قبل كل شيء هو إنسان. نحلف يمين ما تنزل دمعتي، إن شاء الله ما تنزل إلا يطلع. 7 سنوات سجن لأجل الكلمة والبحث عن الحقيقة، ليعود من جديد معنا ومع الكلمة الحرة. تيسير علوني طليقا. ثورة صنعت حياة، أعادت تعريف معنى الشعب ومعنى السلطة والمعارضة. الثورة التونسية وتداعياتها، تغطية مستمرة فقط على الجزيرة مباشرة. في أكثر من 500 نقطة تظهر